مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يردنا الآن عبر مراسل العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرق فلسطينيين في محيط باب العمود بالقدس تمهيدا لما يسمى بمسيرة الإعلام التي ستنطلق اليوم بعد حوالي ساعة من الآن لمستوطنين إسرائيليين، وهو ما سمحت به الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وللتعليق ينضم إلينا من غزة ياسر أبو هين، رئيس تحرير وكالة صفا الإخبارية. سيد ياسر، أهلا بك معنا. يعني نتحدث عن هذه المسيرة التي ممكن أن تشعل الأمور من جديد وتؤجج التوترات، لكن في البداية أريد أن أسألك، هل برأيك التصديق على أو السماح لإطلاق هذه المسيرة، هل برأيك هو بمثابة رسم خطوط للرئاسة، رئاسة الوزراء الجديدة بقيادة نفتالي بنت، الحكومة الجديدة الإسرائيلية، أم يعني هي رسالة أكثر منها للسلطة الفلسطينية، للمرابطين، لحماس تحديدا والفصائل الفلسطينية، وخاصة عندما نتحدث عن أن حركة حماس أو تم تأجيل هذه المسيرة سابقا، والبعض ما يتحدث بأن هي خضوع لمطالب حماس؟ يعني هي ربما تكون أكثر محاولة من الحكومة الجديدة اليمنية المتطرفة برئاسة بنت لترميم الصورة الإسرائيلية التي اهتزت جراء إصرار المقاومة على إفشال المسيرة التي كان يفترض أن تتم في 10 مايو الماضي. الإصرار الإسرائيلي ومصادقة الحكومة الإسرائيلية في أول قرارات لها ربما بعد توليها المسؤولية على إتمام هذه المسيرة وضمان يعني وإيجاد خط سير لها وتحويل القدس إلى منطقة عسكرية أمنية وسكنة عسكرية أمنية والاعتداء على المرابطين والمقدسيين هو نوع من أنواع الترميم للصورة الأمنية والعسكرية والسياسية التي اهتزت في إسرائيل بفعل أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام استطاعت أن ترغم إدارة الحكومة الإسرائيلية على وقف تلك المسيرة وإفشالها. وكلنا ربما شاهدنا وراقبنا حينما أخطرت المقاومة الفلسطينية أنها ستقصف الساعة 6 مساء يوم 10 مايو لمنع هذه المسيرة، وشاهدنا كيف أن الذين تجمعوا في بدايات المسيرة يومها تفرقوا تحت ضربات المقاومة وتحت إنذارات الإخلاء بفعل الخوف من صواريخ المقاومة. هي إذن يعني تأكيد أيضا من الاحتلال الإسرائيلي أو من الحكومة الإسرائيلية على وحدانية القدس، لكن تحت ياسر الإدارة الإسرائيلية، لكن يعني وأنها المدينة الموحدة. لماذا تصر هذه الحكومة وخاصة بأنه ما يعتبر هذا الاختبار الحقيقي الأول الميداني لهذه الحكومة، وحسب كل المراقبين هي هشة، وأيضا بنيامين نتنياهو يتحين الفرصة المناسبة لإسقاط هذه الحكومة كما تعلم؟ ربما حينما شاهدنا جلسة التنصيب التي كانت في الكنيسة الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية شاهدنا كيف أن بنيامين نتنياهو كان في مبدأ المعايرة والإذلال لهذه الحكومة، أنها حكومة هشة ضعيفة ستضيع المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي تديرها تلك الحكومة أمام ضغوط المقاومة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الصمود. هذا ربما يدفع هذه الحكومة إلى الإثبات أنها الأكثر حرصا، الأكثر يمينية وتطرفا، يعني استجداء ويعني استغلالا لمصالح المستوطنين واليمين المتطرف الذي يصر على نزع على زرع أفاتيل وصواعق التفجير في المنطقة، كما كان يعني في المرة الماضية حينما أعلن عن هذه المسيرة المتطرفة استفزازا لكل المقدسيين والفلسطينيين وتحديا لكل القرارات الدولية والتدخلات الدولية التي يعني حاولت أن تمنع هذه المسيرة نزعا لفتيل الأزمة وفتيل التصعيد الذي اندلع على مدار 11 يوما حينما أصرت الحكومة الإسرائيلية حينها بقيادة نتنياهو
على على تنظيم هذه المسيرة، وكان إصرار المقاومة على كسر هذه النظرية الإسرائيلية وإفشال تلك المسيرة. طيب ياسر، الجيش الإسرائيلي عزز نشر بطاريات القبة الحديدية تحسبا لما يقول إطلاق صواريخ. حسب الأخبار كان هناك طلب مصري من الفصائل ومن حماس تحديدا بعدم التصعيد، لكن محمد حمادة الناطق باسم حماس قال بأن المقاومة تدرس الأمور والخيارات مفتوحة أمامها، تقدر الأمور وفق تطورات الأحداث. ما الذي يعنيه هذا التصريح؟ وهل ممكن أن نشهد تصعيد وخاصة مع التحرك والاستنفار الأمني الإسرائيلي الكبير؟ هذا يؤكد ما ذهبت إليه المقاومة الفلسطينية حينما انتهت جولة الحرب الأخيرة بعد 11 يوما، أن المقاومة جاهزة وأن الخيارات لدى الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية مفتوحة أمام الحفاظ على القدس والمقدسيين وحمايتهم من انتهاكات واستفزازات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. الفصائل الفلسطينية منذ أيام وهي تقول أن كل خياراتها مفتوحة، بما فيها الذهاب نحو يعني حالة من التسخين إن صح التعبير، طالما لم تتدخل هناك الجهات الوسيطة والجهات الدولية التي يعني تلزم الاحتلال بالالتزام وعدم الاستفزاز وعدم الاعتداء على المقدسيين، ويعني خلق بؤر التوتر جديدة في القدس وفي خط سير المسيرة. هناك حالة استعداد وهناك حالة ربما تأهب لدى الفصائل الفلسطينية، وإعلانها النفير العام اليوم كفيل بأن يحرك ربما نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية أن يحشد وأن يستفز المقدسيين باتجاه الدفاع عن أنفسهم، باتجاه الدفاع عن مقدساتهم وعن المسجد الأقصى. طيب ياسر، هل ممكن أن يكون هناك أي رد أو نشهد أي رد؟ العسكرية أو المسلحة ترقب، وخاصة بأن حركة الجهاد الإسلامي ذكرت بأنها سنتصدى بكل قوة للاستفزازات استفزازات المستوطنين في المدينة والقدس. كيف ممكن أن يكون شكل الرد أيضا؟ هذا ما أعلنته كافة الفصائل الفلسطينية بأن يعني أنها ترقب السلوك الإسرائيلي اتجاه هذه المسيرة، وربما أحد خيارات الرد الأولي أو أحد خيارات الرد بالمثل أن وسائل الاحتجاج الخشنة التي نسميها الوسائل الخشنة في قطاع غزة عادت إلى الحدود بين قطاع غزة والداخل المحتل عام 48، ومنذ ساعات الصباح وهناك البالونات الحارقة، وكان هناك دعوات أيضا مما يعني يطلق عليه وحدات الإرباك الليلي إلى الاحتشاد على مناطق التماس وخلق بؤر ومناطق احتكاك مع قوات الاحتلال والمناطق المحيطة هناك. هذه ربما أحد الأشكال، لكن إلى أين تتجه الأمور، كيف تتطور، هذا يعني حسب ما فهمنا أنه مدعاة يعني تحت مراقبة قيادة المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، انتظارا يعني حالة للسلوك الإسرائيلي المرتقب بعد انطلاق المسيرة، وهل ستبقى الأمور في إطارها يعني المحدود والمسيطر عليه من خط السير الذي تم رسمه لهذه المسيرة، أم سيذهب الاحتلال وقطعان المستوطنين والمنظمات المتطرفة التي تقوم على هذه المسيرة إلى صب الزيت على النار والعودة إلى الاعتداء على المقدسيين ويعني المسجد الأقصى، وخاصة عندما نتحدث عن تحرك أيضا لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل. يعني بهذا الصدد ياسر، أريد أن أسألك، محمد حمادة ناطق باسم حركة حماس تحدث عن موضوع الوساطة وقال بأنه من يريد الوساطة فليتحدث إلى الاحتلال لمطالبته بوقف سلوكه في القدس والأقصى. هل هناك من أي أخبار إن كان أي رد وصل لحماس أو الفصائل حول هذه الوساطة؟ وأيضا بما أننا كنا نتحدث عن موضوع بأن مصر، أو هكذا الأخبار قالت بأن مصر طلبت من الفصائل ومن حماس عدم التصعيد.
يعني لم يرد أو لم ينشر شيء عن الطلب المصري بعدم الرد أو التصعيد، لكن نحن نعلم ويعني تردنا المعلومات أن الاتصالات بين الراعي المصري أو الوسيط المصري لوقف إطلاق النار الأخير وقيادة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا لم تنقطع للحظة واحدة منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وبعد ربما ساعات من وقف إطلاق النار كان هناك الوفد الأمني المصري في قطاع غزة للبحث في سبل تثبيت هذا الوقف، وبعدها كانت الزيارة يعني التاريخية أو المشهورة لوزير المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة، ومن ثم زيارة رئيس حركة حماس السيد إسماعيل هنية ووفد عالي المستوى من قيادة حماس إلى القاهرة للتأكيد والتباحث حول المجريات والبنود التي من شأنها أن تعزز وقف إطلاق النار وتثبيت هذا يعني هذه الهدنة. أعتقد أن الكل معني بما فيها قيادة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عدم العودة إلى مربع التصعيد وإشعال المنطقة من جديد طالما الاحتلال التزم بما تم الاتفاق عليه من خلال الوسيط المصري، لكن إذا تنصل الاحتلال وعاد من جديد إلى زرع صواعق التفجير سواء في القدس أو استمرار الحصار على قطاع غزة والتضييق على حركة على حركة الحياة في قطاع غزة عبر إدخال يعني منع إدخال المساعدات ومواد البناء وتأخير عملية الإعمار، أعتقد أن يعني المقاومة الفلسطينية وحركة حماس ستكون أمامها يعني مجال للطلب من الوسيط المصري التدخل أو أننا سنعود إلى المربع يعني الأول. شكرا جزيلا لك من غزة ياسر أبو هين، رئيس تحرير وكالة صفا الإخبارية.